فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل التفكير بالمعصية مجرد تفكير في النفس هل يكتسب بذلك إثما وهل يكتب في صحيفته؟ هذا في حديث يا أخي: من هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات، ومن هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له 1 حسنة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت له 1 سيئة، وإن هم بها ولم يعملها خوفا من الله كتبت له 1 حسنة، كتبت له 1 حسنة إذا تركها خوفا من الله تكتب له 1 حسنة. نعم.